السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب مصر العظيم، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة انتصار علي بن الجنايني على علاء بن الباشا في ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، اللي طبعا ساعتها حصلت طفرة في الحياة المصرية وقدرنا نتخلص منها على رأي السيسي النهاردة، من الاستعمار ومن التبعية، ما بقناش يعني تابعين لحد وتخلصنا من الاستعمار والشعب بقى كويس، والحمد لله تخلصنا من أزمة الجنيه اللي كان بكام دولار، ودلوقتي ما شاء الله الدولار بقى بكام جنيه. مستوى الاقتصاد بتاعنا والرفاهية والرقي والمستوى الحضاري والثقافي ساعتها كان فين، ودلوقتي ما شاء الله وصلنا لفين. ويعني كان نقلة حضارية كبيرة طبعا حصلت بعد الثورة المجيدة العظيمة دي. ودخلنا بقى دلوقتي على الجمهورية الجديدة اللي سيسي برضو اتكلم عنها النهاردة، جمهورية السيسي الجديدة اللي هي قايمه على العاصمه الاداريه تقريبا والعلمين، هتبقى دي هي الجمهوريه الجديده، اما الباقي بقى دول هيبقوا ايه، اراضي ملك للغير، يعني الحاجات دي هتتباع اصلا مش هتبقى تبعنا اصلا يعني. فهو واضح ان هي دي الجمهوريه الجديده، واي حاجه قديمه او اي حاجه اثريه برضه سيسي هيبيعها، مالناش دعوه بيه، هو الراجل عايز يبدا حياه جديده وبيقول لكم مصر الجديده، وانتم فرحانين قوي بالمصطلح الجميل ده، خلاص يا باشا هو يعمل لكم مصر الجديده، فما حدش يساله بقى على القديم وعلى على التراث. وبرضه حابب كمان من خلال كلام السيسي النهارده نقول ان كان في عندنا ازمه كبيره واجهت مصر في عهد، مش في عهد السيسي يعني، الفتره اللي كان السيسي موجود فيها على قيد الحياه، حي يرزق يعني، في موضوع من 2011 ل 2014، النكبه الكبيره اللي حصلت ونكبه ثوره 11 2011، ثوره 25 يناير 2011 يا عيني، اللي كانت سبب كبير جدا ان مصر تتدمر تاني بعد الجمهوريه، بعد النهوض العظيم اللي بعد ثورة 23 يوليو اللي انتوا فاكرينه طبعا، والنقلة الحضارية اللي عملها ضباط جمال عبد الناصر ورفاقه اللي طبعا سرقوا البلد وخدوها في كرشهم زي الفل. فيا عيني بدأ بعد ما البلد بدأت تتعافى وتبقى كويسة قوي، هوب جالنا الدروب بتاع بقى ايه 2011 يا جماعة وثورة يناير. قعدنا حوالي سنتين 3 سنين لحد السيسي تاني مقوم البلد ونهض بيها من جديد، واحنا دلوقتي في مرحلة النهوض يا جماعة، خلاص حاسين بالنهوض. بس ده كده كان ملخص كلام السيسي النهارده وهو بيهني الناس بثوره 23 يوليو دي، كل الحدوته تمام، هو اتكلم في 8 دقائق انا الخصهم لك في دقيقتين. سلام ونشوفكم في فيديو جديد.